يتصل بنا عبر الأقمار الصناعية في قناة حوس باكك الصحفي الشهير بوبعيرات من مدينة عين بوجاران. بوبعيرات، أنت معنا على الخط، هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا فرتطو، وسوف أجيب عن السؤال الذي تقدمت به. فيما يخص كوفالاوا، فقد تم الاستغناء عن ليزامسون من نوع 5 واستنجدنا ليزامسون رقم 8، وذلك من أجل اصطياد بعض السمك من نوع سارغو، بعد ذلك يمكننا التنقل إلى تيخيرا. ابقى معنا ببعيرات، سنعيد الخط إلى شرماط من زارورة. شرماط، كيف الأجواء لديكم؟ نعم زميلي فرطاطو، لقد تم إزاحة مزبلة من جهة واد ميردا إلى سيدي واضح. زميلي شرماط، لا أسمعك جيدا، سوف أعيد الخط إلى مراسلنا من كوفالاوا. بوبعيرات، هل من جديد لديكم؟ نعم زميلي فرطاطو، لقد تم نقل كل المعدات من جوني إلى لابيشري، وذلك استعدادا للقيام ببعض الخرجات من أجل صيد الدبوش وشوية السردين.